إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من دوني أولياء هي الرفاهية ديال المؤمن. المؤمن اللي بغى يدير الرفاهية ديالو نور هذاك اليوم كله كيعطيه الله واحد النور ما بين السماء والأرض كيتمتع فيه بسبب هذه الصورة العظيمة صورة الكهف صورة عظيمة أفلام الخليعة وانتشار ذلك بين العوائل صار كأنه من الضروريات آمين الله أكبر